تعد جرثومة المعدة أو الجرثومة الحلزونية واحدة من أبرز مشكلات الجهاز الهضمي وأكثر أنواع العدوى البكتيرية المزمنة شيوعاً في أنحاء العالم، خصوصاً في البلدان النامية. حول هذا الموضوع نستضيف معنا الاستشاري في أمراض الجهاز الهضمي والكبد الدكتور إيهاب شحادي، ينضم إلينا مباشرة من عمان. دكتور إيهاب، صباح النور، أضحى مبارك، وشكراً لتلبيتك دعوتنا. صباح الأنوار وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. لنشرح شوي للمشاهدين عن جرثومة لنشرح شوي عن جرثومة المعدة، ولماذا تتحول هذه الجرثومة إلى مشكلة صحية، وما هي أبرز أسبابها؟ نعم، جرثومة المعدة وهي مشهورة جدا بين الناس صراحة، وشاعت بشكل كبير جدا آخر فترة، لدرجة أنه الناس صار حتى يربطوا أشياء ما لها علاقة بالجرثومة بوجود الجرثومة المعدية. هاي جرثومة تم اكتشافها بأوائل الثمانينات من علماء أستراليين، وأثبتوا أنها هي من أهم أسباب القرحة المعدية والمعوية. كان قبلها يظن أنه هناك أسباب أخرى أكثر أهمية، ولكن بعد اكتشاف هذه الجرثومة اكتشفنا أنه هذه الجرثومة اللي هي عبارة عن بكتيريا وتسمى بالحلزونية بسبب شكلها، والبابية بسبب وجودها في أسفل المعدة اللي هي قريبة جدا من الفتحة البابية للمعدة، فبالتالي سميت بالجرثومة أو البكتيريا الحلزونية البابية، وهي جرثومة شائعة جدا خصوصا في العالم الثالث، وبتعيش في الجدار الداخلي المخاطي للمعدة، وهي من أهم أسباب القرحة المعدية والمعوية. نعم، لماذا بالبلدان النامية؟ يمكن هيدا السؤال هل له علاقة إذا بدك ب يعني خليني أقول بالنظافة، هل له علاقة بالتلوث، هل له علاقة، يعني لماذا ارتبطت البلدان النامية بهيدي الجرثومة؟ سؤال ممتاز. الجرثومة زي معظم الجراثيم اللي احنا بنشوفها هي عبارة عن بكتيريا معدية، فهي تنتقل من شخص إلى آخر. فكيف يتم الانتقال؟ عادة الانتقال يتم يا إما عن طريق شخص لشخص، أو عن طريق الغذاء أو الماء الملوث، وآخر إشي التزاحم. فالمناطق اللي فيها بيكون تزاحم سكاني، والإنفراستركتشر اللي هي البنية التحتية للنظافة من ساعة من مجاري من مياه ملوثة، أو لما يكون في تزاحم طبعا بصير احتمالية الانتقال من شخص لآخر بتكون أعلى بكثير. أثبتت أنه هاي الجرثومة تنتقل عن طريق السوائل تبعت الجسم، فهي موجودة باللعاب، موجودة في البول، موجودة في الإخراج تبع الإنسان البراز، فبالتالي أي شيء يكون ملوث بهاي السوائل ممكن أنه يعدي شخص آخر. فكل ما كانت النظافة الشخصية لأي شخص أعلى، كل ما كان احتمالية أنه يأخذ العدوى أقل بكثير. كل ما كانت البنية التحتية للبلد أفضل، بكون تلوث أقل للغذاء والماء وانتشارها بكون أقل. فبالتالي بتشوفها أنت بالدول النامية عادة نسبها أعلى بكثير، ممكن تصل في بلادنا لعند 70% من الناس عندهم جرثومة حلزونية موجودة في المعدة. نعم دكتور، وللأسف هاي الجرثومة عادة لما ينصار فيها الإنسان بتكون مزمنة. دكتور إيهاب، هون سؤالي حول إذا بدك شو بتعمل هالجرثومة بالمعدة؟ هل كل إصابة بعدوى هالجرثومة سيسبب مرض للجهاز الهضمي؟ سينتقل الحالة إنها تكون مرض؟ هل هناك ناس مثلا عنده الجرثومة لكنها لم تتفاعل إلى أن تصبح مشكلة صحية؟ شكرا جزيلا، هذا سؤال رائع جدا حقيقة، لأنه كثير من المرضى بما أنهم بدوا يوعوا بوجود بكتيريا اسمها البكتيريا الحلزونية، فهم بيقلقوا جدا إذا تم تشخيصهم بهاي الجرثومة. بس هاي الجرثومة زي ما حكينا إحنا ما لم تعالج عادة بتكون مزمنة في المعدة، ولكن نسب المشاكل والمضاعفات والأمراض التي تتسبب في هاي الجرثومة قليلة جدا، حوالي 10% من الناس فقط من اللي عندهم جرثومة حلزونية مزمنة بيعانوا من قرح هضمية معدية أو إثنى عشرية، ونسبة صغيرة جدا من الناس ممكن تصير عندهم مضاعفات أكبر من هيك زي سرطانات المعدة أو السرطانات الليمفاوية للمعدة، نوعين من السرطانات اللي هم نادرات جدا، ولكن نسبتهم بتزيد ما لا يقل عن 8 أضعاف في الناس المصابين بهاي الجرثومة. فبالتالي أي شخص عنده هاي الجرثومة مش مفروض يقلق قلق شديد انه راح انصاب بسرطان، راح يصير عندي مشاكل خطيره، ولكن اي تشخيص لهذه الجرثومه يجب علاجه
لتفادي الاحتمالات الضئيلة للمشاكل والمضاعفات من هذه الجرثومة في المستقبل. نعم، رح أسألك بعد قليل دكتور إيهاب عن المضاعفات إلى أين تصل، لكن خلينا نشرح شوي إذا بدك العوارض. ما هي العوارض يلي ممكن تنبئ أنه شخص عنده هذه الجرثومة، خاصة وأنه بالجهاز الهضمي في كتير عوارض خلينا نقول مشابهة؟ يعني في بعض الناس مثلا بيشعروا بالمغص، في بعض الناس بيشعروا بوجع البطن، في بعض الناس عند تناول بعض المأكولات بيشعروا بالحرقة وضايعة، يعني الخبرية ضايعة، مش عارفين نحدد العوارض. هل هناك عوارض واضحة لأنه نحن عندنا هذه الجرثومة؟ صحيح صحيح، للأسف أنه عوارض الجرثومة الحلزونية غير محددة. يعني مجرد وجودها في المعدة خصوصا بالحالة المزمنة، مش أول ما الإنسان يصاب فيها، أول ما الإنسان يصاب فيها وعادة معظم الوقت نصاب فيها إحنا كأطفال، ممكن تعمل ألم في المعدة، استفراغ، عدم الرغبة في الأكل، فقدان بعض الوزن، ولكن هاي الأعراض بتصير فقط في 20% من الناس اللي أول ما يصابوا بالجرثومة. مجرد ما صارت الجرثومة إصابة مزمنة معظم الناس ما عندهم أعراض. متى بصير أعراض؟ عادة بصير أعراض عندهم إذا تسببت في قرح، فبتصير عندنا أعراض القرحة، بصير ألم في أعلى المعدة. معظم الوقت الألم هذا بيصير لما الإنسان يكون جائع، ولكن في بعض الأحيان قد يصاب فيه بعد الطعام مباشرة حسب موقع القرحة. طبعا ممكن يصير عنده غثيان، في بعض الأحيان ممكن يستفرغ، وإحنا القلق بيكون إذا استفرغ دم أو مادة بنسميها إحنا زي حثالة القهوة اللي هي نزف، أو صار عنده البراز أسود قاني جدا جدا. هذول الحالات بنخاف من مضاعفات القرحة، بالإضافة طبعا أنه ممكن ينزل وزنه في القرح المتكررة اللي بتنصاب الإنسان وبتسبب له فقدان شهية وألم عند الأكل. تلاقي لك هذول الناس ممكن يفقدوا وزن حقيقي، ولكن هاي لما تكون في قرحة. عدم وجود قرحة في بعض الأحيان بصير ما يسمى بعسر الهضم. عسر الهضم بتكون آلام خفيفة غير محددة بأعلى المعدة، بعض فقدان الشهية وبعض اللعية، لكن ما إلها علاقة بالارتداد، ما إلها علاقة بالمغص اللي بالبطن، لأنه هاي بتيجي من الأمعاء وليست من المعدة. نعم. ومهم كمان إنه ما إلها علاقة عادة بالإسهال، يعني كثير من الناس بربطوا الإسهال إنه هاي جرثومة معدة، هاي جرثومة معدية وليست معوية. نعم. وبالتالي عادة ما بتسبب إسهالات أو آلام في الأمعاء. نعم. عندي لك بعض الأسئلة السريعة بس حتى ما يغدرنا الوقت دكتور. يعني أنتوا لما بتعالجوا الجرثومة بيكون في علاج للجرثومة وعلاج للنتيجة اللي أحدثتها، للضرر اللي أحدثته، يعني علاج القرحة هو مختلف عن علاج الجرثومة؟ وسؤالي اللي مرفق بهذا السؤال، هل يتم التخلص كليا من الجرثومة أم نتعايش معه؟ ممتاز. احنا بنعالج عادة اثنين بنفس العلاجات. ليش؟ لانه علاج الجرثومة الحلزونية تضمن علاج ادوية للقرحة من اللي نسميهم احنا بروتون بامبس، من مشتقات الاوميبرازول واللانزوبرازول والعائلة هاي، وفي اكتشفوا كمان بسموهم بوتاسيوم بامب انهيبيتورز، هذول جداد ونسبيا اقوى شوية لعلاج الجرثومة الحلزونية، لكن هذا الدواء بيعالج القرحة بالاضافة للجرثومة الحلزونية. لما نضيف عليه عادة ما لا يقل عن نوعين من المضادات الحيوية، وبعض الأحيان بنضيف أدوية أخرى زي البزموث، في بعض الأحيان بنضيف البكتيريا النافعة اللي بتقلل من عوارض الأدوية اللي بنعطيها. للأسف لأنه الأدوية اللي بنعطيها حوالي 3 أو 4 أدوية في نفس الوقت، فبالتالي مزعج شوي للبطن وتحملها ممكن يكون صعب. هسا قدرتنا على التخلص من الجرثومة الحلزونية بالعلاجات اللي احنا بنوصفها سواء علاج ثلاثي او رباعي بين 80% لـ90%. بضل عندنا 10% من الناس للاسف بتكون علاجها بيكون صعب جدا، وبنضطر نروح من بروتوكول علاجي لنوع اخر حتى نشوف ايش اللي بيناسب الانسان، ونادرا نحتاج نزرع الجرثومه حتى نشوف ايش المضاد الحيوي المناسب لها. نعم. من تعرف بالنسبه لمضاعفات القرحه بتطيب بسهوله. نعم تفضل. القرحة بتطيب بسهولة مجرد ما انك تعطيها العلاجات اللي بتخفف الحامض تبع المعدة من الأدوية اللي حكينا عنهم، وتقضي على الجرثومة الحلزونية. القضاء على الجرثومة الهدف منه عدم تكرار القرحة، مش انها تطيب، هي بتطيب بسهولة، ولكن عدم تكرار القرحة انك تقضي على السبب اللي هي الجرثومة الحلزونية. نعم. طيب لحتى نسأل شوي عن اذا بدك تفاقم الحالة انها توصل لسرطان بالمعدة، هل في هناك اذا بدك ايضا بعض يعني المؤشرات الطبية على أنه ممكن أن تتحول إلى سرطانات؟ يعني متى
بتقلقوا كأطباء على أنه هذه الجرثومة ممكن يكون لها مضاعفات، حتى أيضا مثل ما بدأت كلامك لحتى ما كتير نخوف الناس، يعني هن بيخافوا على هذا الموضوع. خلينا نعطيهم إذا بدك هيك شوية مؤشرات طبية على أنه كيف ممكن أن تتفاقم الحالة. سؤال كثير مهم للناس صراحة، لأنه فعلا الناس بيجونا خايفين من السرطان. نسبة السرطان في الناس اللي عندهم جرثومة المعدة الحلزونية بتزيد 8 أضعاف تقريبا، وبما أنها في بلادنا أصلا هي نادرة، يعني إحنا في بلادنا تقريبا بين 10 إلى 15 بالـ100 ألف نسبة السرطان المعدة، فبالتالي أنت لما تزيدها بتضل النسبة نسبيا مش عالية كثير، فيعني مش إشي مقلق للناس بشكل كبير جدا، على عكس مثلا الموجود بجنوب شرق آسيا هناك نسبة السرطانات عندهم أعلى. وبعدين اكتشفنا أنه في أنواع من الجرثومة الحلزونية حسب ما بنسميه إحنا كاج أي بوزيتيف، هذول الموجودين جنوب شرق آسيا، هذول احتمالية السرطانات هي أعلى بتكون من في بلادنا، ولكن ما بنقدر نعرف مين اللي رح يصير عنده ومين اللي ما رح يصير عنده. فمجرد تشخيص الجرثومة الحلزونية إحنا كأطباء نعرض على المريض أنه يأخذ العلاج للقضاء على الجرثومة الحلزونية حتى ما يكون عنده أي احتمالية لرفع نسبة الأورام عند هذول الأشخاص. اما كاعراض اذا صارت الاورام المعده هي اولا تعمل اعراض مشابهه جدا للقرحه، من الم، من استفراغ، من نزف، فقدان وزن متواصل. هاي الحالات بعد عمر الأربعين مقلقه جدا بالنسبه لنا وتتطلب اجراء ناظور للتشخيص للتاكد انه عندنا قرحه ورميه ولا قرحه طبيعيه. فتحت سن الأربعين 45 يعني بصير احتمالات الأورام قليلة وبنكون مش قلقانين كثير من الموضوع. فوق الأربعين 45 بنفضل بهاي الأعراض إجراء ناظور للتأكد من عدم وجود قرح خطرة أو أورام قبل ما نقول إنه هاي قرحة هضمية طبيعية وبنعالجها علاج طبيعي. نعم، الاستشاري في أمراض الجهاز الهضمي والكبد دكتور إيهاب شحادي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، كنت معنا من عمان. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك.